بس ب 41 شيكل، بس ب 41 شيكل الكاريلا. المدخن في غزة يحتاج ل 41 شيكل ليحصل على السجائر. ال 41 شيكل ليست لعلبة كاملة، إنما لسيجارة واحدة فقط. لك أن تتخيل أن العامل في غزة يحتاج للعمل يومين ليستطيع شراء سيجارة واحدة، فيما حلم شراء علبة كاملة مستحيل بعدما تجاوزت 800 شيكل. 200 شيكل حق الأربع سجائر الدخان لليوم، 200 شيكل والله ظلم حرام. يعني في وضعنا هذا تغلوا الدخان هيك 200 شيكل، يعني يوميتي كلها مش جايبة حق الأربع سجائر اللي بدخنها. المدخنون يتهمون الجهات المسؤولة في المعابر برفع الضرائب واستغلال حاجة الناس، بينما أوضح المكتب الإعلامي الحكومي الأمر بأن إسرائيل تمنع منذ 7 أكتوبر دخول السجائر، ودعا المكتب التجار إلى البيع بالأسعار الحقيقية. حالياً هو حق الكروز في المعبر نفسه $6، إحنا بنشتري السيجارة $10 والعلبة تقريباً $250. طب مين السبب؟ لمين نروح؟ طب مين اللي كان السبب في هذه القصة؟ إحنا مش عارفين ولا فاهمين إيش. إحنا تعبنا عن جد. السجائر ليست السلعة الوحيدة التي تفاجأ عند سماع سعرها في غزة. هناك علبة الكولا الصغيرة ب17 شيكل، والكبيرة ب50، وأيضاً المكسرات التي وصل الكيلو منها إلى 160 شيكل.